السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين 10 من سلسلة تمارين درس نظمات معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا التمرين يقول حل باستعمال طريقة التأليف الخطية النظمات الآتية. إذا لدينا نظمتين، نبدأ بالنظمة الأولى. إذا حنا حسب السؤال فغادي نستعمل طريقة التأليف الخطية، يعني كومبينيزون لينيير. في طريقة التأليف الخطية فعادة كنحاول نجمع طرفي المعادلتين، والهدف طبيعة الحال هو يعني نتخلص من أحد المجهولين. باش نتخلص من أحد المجهولين خاص يكون عندنا المعامل ديال المجهولين متساويين، يعني جوج إكس تكون جوج إكس في الطرف الأول، جوج إكس في الطرف الثاني، أو خمسة إكس خمسة إكس، أو يكونوا متقابلين، يعني جوج إكس ناقص جوج إكس، خمسة إكس ناقص خمسة إكس. باش بكدي ندير الجمع فكنتخلص من المجهول x. اذا هنا في هذه الحاله عندنا مثلا حنا بغينا نتخلصوا من x، راه يمكن لي نستعمل x، يمكن لي نتخلص من x او y بحال بحال. اذا نتخلصوا مثلا من x، اذا عندنا 2 x وهنا عندنا 1 x. اذا باش نتخلص منها خصو يكون عندنا 2 x ناقص 2 x، باش من نجمع طرفي المعادلتين يعني جوج إكس ناقص جوج إكس تعطيني صفر، يعني نتخلص من إكس ويبقى لي فقط إيكغيك. إذا هنا خصني نضرب في شي عدد جوج إكس، إذا حنا قلنا خصها تكون عندنا ناقص جوج إكس، إذا نضرب في العدد ناقص إثنان. إذا شنو غادي نضرب؟ غنضرب طرفي المعادلة الثانية. إذا نضرب في العدد ناقص إثنان طرفي المعادلة الثانية، طرفي المعادلة. إذا النظمة تصبح على هذا الشكل. إذا المعادلة الأولى ما غاديش تغير، والمعادلة الثانية قلنا غادي نضربو ماذا؟ غادي نضربو طرفي المعادلة في عدد ناقص إثنان، يعني ناقص إثنان في طرفي المعادلة. إذا ناقص إثنان في الطرف الأول اللي هو إكس زائد جوج إيكغيك، وناقص اثنان في واحد، يعني هي ناقص اثنان. خص نضربها في طرفي المعادلة ماشي غير في طرف واحد. إذا تكافئ، إذا جوج إكس زائد إكريك ناقص تساوي ناقص سبعة. دونك هنا غادي نديرو النشر، ناقص اثنان في إكس هي ناقص اثنان إكس، ناقص اثنان في اثنان إكريك هي ناقص أربعة إكريك تساوي ناقص اثنان. إذا دابا لقينا واحد جوج إكس وناقص جوج إكس، يعني طرفي المعادلتين متقابلان. إذا يمكن لي ندير الطريقة ديال الجمع. إذا نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف. النظمة تصبح على هذا الشكل، أو بلا ما ندير النظمة فقط ندير الجمع ديال المعادلتين. إذا جوج إكس زائد سبعة زائد زائد ناقص، يعني هي ناقص جوج إكس ناقص أربعة إكريك، لأن كنديرو الجمع، ناقص سبعة ناقص إثنان. إذا عندنا جوج إكس مشات معانا ناقص جوج إكس، إذا أي إكريك ناقص أربعة إكريك هي ناقص ثلاثة إكريك تساوي ناقص سبعة ناقص اثنان هي ناقص تسعة. إذا كنقسم على ناقص ثلاثة، إذا ناقص تسعة على ناقص ثلاثة كنختزلو بالعدد ثلاثة تيبقى لينا أن إكريك تساوي ثلاثة. إذا لقينا أحد المجهولين يمكن لي نلقى المجهول الآخر بكل سهولة. إذا نعوض إكريك بثلاثة، إذا ناخدو المعادلة الثانية، يمكن لي ناخد أي معادلة، إذا نعوض إكريك بثلاثة في المعادلة الأولى. إذا إكس زائد اثنان، اثنان إكريك هي ثلاثة، اثنان في ثلاثة تساوي واحد. إذا أي إكس زائد ستة تساوي واحد، إذا إكس ستة كردوها للطرف الثاني هي واحد ناقص ستة، أي
إكس تساوي ناقص 5. إذن الزوج، إذن ناقص 5 3 حل لهذه النظمة. الآن غادي نديرو النظمة الثانية بنفس الطريقة. إذن هنا غادي نحاول مثلا نتخلصو من إيكغيك. إذن عندنا إيكغيك وعندنا ناقص 2 إيكغيك، إذن خصو يكون عندنا عددان متقابلين. إذن ناقص 2 المقابل ديالها هي 2، وبالتالي غادي نضرب في 2 طرفي المعادلة الأولى. إذن نضرب في 2 طرفي المعادلة الأولى. إذن تصبح النظمة على هذا الشكل. إذن نضرب في 2 غنضربو بشكل مباشر. إذن 2 في 3 إكس هي 6 إكس، 2 في إيكغيك هي 2 إيكغيك، كنضربها في جميع الحدود، تساوي الطرف الثاني 2 في 2 هي 4. المعادلة الثانية كتبقى كما هي. إذن لقينا 2 إيكغيك وعندنا ناقص 2 إيكغيك، إذن نجمع، طرفي المعادلتين طرفا بطرف. إذا نحصل على ماذا؟ إذا كنجمعو، إذا 6 إكس زائد 2 إيكغيك ناقص إكس ناقص 2 إيكغيك تساوي 4 زائد 5. إذا 2 إيكغيك مشات مع ناقص 2 إيكغيك، 6 إكس ناقص إكس هي 5 إكس تساوي 4 زائد 5 تساوي 9. إذا إكس تساوي 9 على 5. الآن دابا غنقلب على إيكغيك، يعني كيف نعوض إكس بالقيمة ديالها في إحدى المعادلتين. إذا ممكن نعوضها في المعادلة الأولى. إذا نعوض إكس ب 9 على 5 في المعادلة الأولى. إذا 3 إكس اللي هي 3 في 9 على 5 زائد إيكغيك تساوي 2. إذن 3 في 9 هي 27 على 5. إذن كنديها للطرف الثاني كترجع إيكغيك تساوي 2 ناقص، إذن هذه غادي نديوها للطرف الثاني كترجع 2 ناقص 27 على 5. إذن إيكغيك تساوي، إذن 5 نوحد المقامات، يعني 2 راهي 10 على 5 ناقص 27 على 5. إذن إيكغيك تساوي ناقص 17 على 5. إذن لقينا إكس ولقينا إيكغيك، إذن الزوج 9 على 5 ناقص 17 على 5 هو حل هذه النظمة.